قدم عجل عبد الله الشافعي عبد الله عبد الله لا يقصدنا Let me start with a statement from Martin Griffiths, the Undersecretary General for Humanitarian Affairs. He says that 3 months since the horrific attacks of October 7th, Gaza has become a place of death and despair. He said the humanitarian community has been left with the impossible mission of supporting more than 2 million people, even as its own staff are being killed and displaced, as communication blackouts continue, as roads are damaged and convoys shot at, and as commercial supplies vital to the survival of people there are almost non-existent. The plan for this site that's being set up by UNRWA is to bring maybe 100 to 200 patients from Nasser Medical Complex here to recover with clean conditions and good care. ولا زلنا نتكلم اليوم عن تفاقم الكارثة في ظل تحديد العدو الصهيوني لنوعية المساعدات التي دخلت بحجج واهية أنها تستخدم استخدام مزدوج. لا أعلم لماذا يتم منع أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة الضغط والعلامات الحيوية واسطوانات الأكسجين، حتى الخيام المخصصة للنازحين والمستشفيات الميدانية يتم منعها وإرسالها كقطع قماش دون الحديد المفروض لها لتدعيمها، فأصبحت لا فائدة منها. We are not refusing anything that is underneath four headlines. One, food, water, medical supplies, and shelters. All of those are entering every day hundreds of trucks into Gaza. And I hope that the UN will increase their capacity to take more and to distribute more. Thank you.
مع الشعب. طالب بتوفير هذه المواد الفلاتر والمبرنات ومواد التنظيف الاندسكيل والصودا، لانه من غيرها كفاءة المياه حتقل وحتبطل تحل المياه يعني من غيرها، فحنبطل نوفر مي حلوة، فحطت بس قد المي المالحة، والمي المالحة غير صالحة للشرب يعني بتسبب امراض وبتسبب مشاكل للمرضى لتعين الكلى والنزلات معوية، فحنوقف حنضطر نوقف يعني ما نطلع مي حلو. هذا هي هذا بقوم انا بقول حتى على كروسه بقعدش على كروسه بقعدش شايفه كيف على طول هيك الدواء مش ملاقي له اياه كمان اجينا من اول الناس هان وبندور على خيام ما لقيناش خيام ما لقيناش خيام بدون خيام بدون حدايد رفضنا ناخذهم عملت هذه جبت شريط خشب وشريط ميلة وعملت هذه وهذا الشادر شريط كلفتي 250 شيكل الشادر هذا وانا ما اجحلك وعندي موارد معاق جوا مرمي جوا عندك بفرجيك اياه خذ هاي الشادر كمان تمزح هاي نايل وشادر والقماش الشادر كله هذا كله عندي من عندي ولليوم بجي على خيمه منيحه ولليوم ما انا ملاقي خيمه وكنت عندي في المجاري غادت ساكن وطفت على المجاري وعاد شريط هان وهي عند الواد معاك بدك تشوف الواد معاك تعال صور الواد معاك هي عندي ما فيش حديد فيها والحديد غالي والله لا خلي ابوك يقطعك يا رياض